أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتزاز مصر بالروابط التاريخية الوثيقة التي تجمعها بالهند وحرصها على تعزيز مجالات التعاون الثنائي خاصة العسكرية والدفاعية وخلال استقباله لوزير الدفاع الهندي راجناث سينغ بحضور وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي أعرب الرئيس السيسي عن التطلع لتفعيل الشراكة بين البلدين الصديقين بما يتناسب مع إمكاناتهما في كافة المجالات استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع الهندي السيد راجناث سينغ وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي وكذلك السيد أجيد جوبتي سفير الهند بالقاهرة والسيدة نيفيديتا شوكلا وكيل أول وزارة الدفاع الهندية والسيد ألوك توراي سكرتير خاص وزير الدفاع الهندي وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس طلب نقل تحياته إلى رئيس الوزراء الهندي السيد ناريندرا مودي، مشيرا سيادته إلى اعتزاز مصر بالروابط التاريخية الوثيقة التي تجمعها بالهند، وحرصها على تعزيز مجالات التعاون الثنائي خاصة العسكرية والدفاعية، وكذلك التطلع لتفعيل الشراكة بين البلدين الصديقين بما يتناسب مع إمكاناتهما في كافة المجالات. من جانبه نقل وزير الدفاع الهندي الى السيد الرئيس تحيات رئيس الوزراء الهندي معربا عن تقدير بلاده لما تشهده العلاقات المصريه الهنديه من تنامي وازدهار ومؤكدا اهتمام الهند بتعميق تلك العلاقات التاريخيه في ظل الطفره التنمويه الشامله التي تشهدها مصر تحت قياده السيد الرئيس فضلا عن الدور المصري المحوري والحاسم في مكافحه وقهر خطر الارهاب الامر الذي القى بظلال الامن والاستقرار في مصر وعلى الامن الاقليمي باسره وفي هذا السياق تتطلع الهند لتبادل الخبرات وترسيخ الجانب العسكري والامني في اطار علاقات التعاون المشترك بين البلدين واضاف المتحدث الرسمي ان اللقاء شهد بحث سبل تعزيز التعاون العسكري والامني بين البلدين خاصه ما يتعلق بالتعاون في التصنيع المشترك ونقل وتوطين التكنولوجيا بهدف استغلال الامكانات والبنيه التحتيه المتاحه لدى البلدين فضلا عن التعاون في مجال التدريب والتاهيل والتدريبات المشتركه وتبادل الخبرات والمعلومات